وأن يرحل الضوء عن رعشتي وأن يتمطى النعاس على شوفات ترابي. أطلقت مديرية ثقافة حلب مبادرة جديدة تتضمن بث الأنشطة الثقافية والأدبية المتنوعة بشكل مباشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وصفحة وزارة الثقافة، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة للتصدي لفيروس كورونا. وأنا هنا منتظرة وعلى ضفائري عشاشة سرب القطل مزعوم. طبعا ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا تم إيقاف التجمعات الثقافية والأنشطة الاجتماعية بشكل عام، لكن كانت لنا مبادرة ضمن توجيهات وزارة الثقافة بالتواصل مع الجمهور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم نقوم ببث أمسية أدبية لكوكبة من شعراء مدينة حلب تترافق على عزف على العود، وسيكون هذا النشاط بشكل دوري ومستمر طيلة فترة الحظر والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة. لدينا نشاط مع الأطفال، رسم بعض اللوحات والصناعات اليدوية، تدوير الوسائل أو المواد المتاحة بين أيديهم. طبعا سيتم جمع هذه المواد لاحقا وإقامة معارض للأطفال. هناك في المرحلة الماضية انقطاع بسيط عن الجمهور الأدبي، لكن الأدباء والشعراء والمفكرون لا يلبثون يبحثون عن الجمال هنا وهناك، فلذلك كان لابد من إعادة التواصل عبر تسجيل حلقات فكرية وأدبية وشعرية، وأيضا طورنا هذا الأمر إلى أن نقوم ببث مباشر استضيف فيه اليوم عدد من الشعراء، شعراء حلب، وطبعا هذا الأمر سيستمر في المرحلة القادمة. أحببت مديرية الثقافة أن تستمر في عملها ببث الثقافة ولو كان بشكل مصغر، ولكن بمعلومات جيدة ومفيدة للناس. خطة مديرية ثقافة حلب أن تكون مثل هذه الجلسات متنوعة وليست مستقرة على موضوع الثقافي الشعري الأدبي فقط. هلا نحن رح نعمل تجربتنا الأولى للبث المباشر عن طريق الكاميرات الاحترافية على الفيسبوك أو على أي مواقع تواصل اجتماعي تانية، فإن شاء الله اليوم تجربة كتير حلوة، وطبعا هذا الشيء كله ضمن الإجراءات الاحترازية. إن شاء الله بقدرة خير بتكون، وخلي العالم تكون بالبيت وتتفرج علينا. وتقولبت في ثناياه، عشنا الخوف كأننا سنحياه أبدا، ونسينا الأمل كأننا سنموت غدا.